الخاصة باقتراع 5 من أغسطس 2017 حول التعديلات الدستورية، قامت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بعدة اتصالات ومشاورات ولقاءات مع الفاعلين والمؤسسين المؤسسيين والحزبيين والإعلاميين من أجل تهيئة الظروف المناسبة لولوج كافة الأطراف الفاعلة في الحملة إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة. وبهذا الخصوص فسيتم اتخاذ الإجراءات التالية. بالنسبة للقطب العمومي، تتم تغطية كافة النشاطات المتعلقة بالحملة الانتخابية من طرف وسائل الإعلام العمومية بظروف متكافئة ومصطفى بالنسبة لكافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية. تتم مراعاة الإنصاف والتوازن بين كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية في البرامج الحوارية والتفاعلية الخاصة بالحملة الانتخابية. يتم تخصيص وقت مجاني ومساحات مجانية للأطراف المشاركة في العملية الانتخابية التي ترغب في ذلك من أجل الترويج لمواقفها ورؤاها حول الاقتراع، ويتم ذلك في ظروف متوازنة ووفق معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات المادية والتقنية والبشرية للمؤسسات المعنية، وهي الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا وتلفزيون الموريتانية. بالنسبة للتلفزيونات والإذاعات الخاصة، تجري تغطية الحملة في النشرات والروبورتاجات والبرامج الخاصة في ظروف موضوعية ومتوازنة وشفافة وعادلة بين الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية. يجري تخصيص المساحات المعوضة للفاعلين في العملية الانتخابية عند الاقتضاء وفقاً لمبادئ الشفافية والمعاملة المتساوية للأطراف المعنية، ويجب أن تكون التسعيرة موحدة لكافة الفاعلين ومعروفة مسبقاً، وأن يجري ولوج المعنيين وفقاً لمبدأ أولاً بأول. بخصوص البرامج الحوارية والتفاعلية، يجب مراعاة مبادئ الإنصاف والتوازن، ويجب تمسك الصحفيين المديرين للحوار بالموضوعية والحياد بين الأطراف المتحاورة. يلزم الصحفيون ومعد البرامج ومسؤول التحرير ومدراء النشر في المؤسسات الإعلامية الخاصة بالتمسك بأخلاقيات المهنة وبالنظم والقوانين المنظمة للحقل واستحضار مراعاة المبادئ السامية التي تقوم عليها الجمهورية في كافة النشرات والبرامج والتقارير التي يعدونها أو يديرونها أو يشرفون عليها. بالنسبة للمواقع الإلكترونية، يجب مراعاة الصدق والموضوعية في نقل الخبر وفي التغطيات الإعلامية والنشر بشكل كامل أو بشكل عام، وفيما يتعلق بالحملة الإعلامية الانتخابية بشكل خاص. وبناء على ما سبق، ترجو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمهتمة بالولوج إلى وسائل الإعلام العمومية الحصص المجانية التسجيل لدى سكرتاريا السلطة في أجل أقصاه يوم الخميس 20 يوليو 2017. بدأت اليوم في نواكشوط فعاليات أسبوع ريادة